زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم الجوزية. الكتاب ده مفترض تخطه جم راسك. ليه؟ لأنه في حياتك كلها بتحتاج له. والله كتاب نافع جدا، كتب في أي شيء يحتاج له الإنسان الليلة. حياتك اليومية، تعاملك مع العيال يكون كيف، أحكام المولود ها؟ لا حد ما يكبر كتب عنا من الهدي النبوي. وراك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل كيف، العلاج الأمراض، وصف المرض ووصف الدواء. يا أخي أنا عديت لي زمن قبل تقريبا شهر كنت بعاني من صداع شديد، استمر معي قريب شهر كامل، يروح شوية ويجي راجع تاني، يروح ويجي راجع. مشيت فتحت كتاب ابن القيم تكلم فيه عن الطب، جزئية عن غير الطب النبوي، كتاب زاد المعاد ذاته يتكلم عن أسباب مرض الصداع، جاب 20 سبب، 20 سبب للصداع. وال20 سبب ديل أنا حسبت منين؟ 15 سبب ديل من البطن بس. أنت مصدع، المشكلة من بطنك. 15 سبب، وأكثر الأسباب من الغازات التي تتراكم في المعدة فتتصاعد إلى الدماغ، بتصعد بسخونة إلى الدماغ تعمل الصداع. كويس؟ طوالي بدل أمشي أفكر في إنه أعالج الصداع الفراسي، مشيت بقيت في الموضوع اللي في بطني ده شنو، وما شاعر بألم كثير. سبحان الله، عملت فحوصات للبطن، العلاج اللي أخذته أول حبة بلعتها للبطن الصداع فكه. إذا المشكلة كلها هنا ما فوق. فكتاب نافع جدا ومهم، تخليه جنبك لما تجي دار تنوم أقرأ لك صفحتين، ما بضرنا كله كله، بس أقرأ لك يومي صفحتين منه. اسمه زاد المعاد. وشوف من براعة السلف، ابن القيم كتب هذا الكتاب في السفر، مسافر وراكب على الراحلة. انت بعدين بعد ما تقرأه حتشوف يعني براعة الكتاب. ينقل فيه الأحاديث بالأسانيد، وتكلم فيه عن الرجال وعن صحة الحديث ومواضع الكتب اللي جابت الحديث، ويتكلم في الطب وينقل عن أطباء قبل المبعث النبوي. يقول لك قال باقلان وقال منو، أطباء قدام انت ما سمعت بهم ذاته. والله يتكلم في الطب تقول طبيب. كويس؟ طيب ده كتاب زاد المعاد.